نشرة لآخر وأهم الأخبار، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. نحن نتطلع إلى أفضل العلاقات التي أوجدها الله بين بلدينا. الوزير المقداد في بغداد، مباحثة سورية مع المسؤولين العراقيين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية. صدى الرصاص وصل القاهرة وطهران وتل أبيب. قتل جنود الصهاينة على الحدود المصرية، عملية مباغتة ومربكة للعدو الصهيوني. وفي تطورات الملف النووي الإيراني، تسريبات بأن طهران وواشنطن على وشك إبرام اتفاق جديد، وإسرائيل قلقة. أهلا بكم من جديد. بدأ وزير الخارجية والمغتربين السورية دكتور فيصل المقداد في العاصمة العراقية بغداد زيارة رسمية تلبية لدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقية الدكتور فؤاد حسين لإجراء مباحثات مع القيادة العراقية وكبار المسؤولين العراقيين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومناقشة سبل تطويرها. بمشاركة سوريا، انطلقت في العاصمة التونسية أعمال الدورة العادية 119 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو، والتي تستمر يومين وتهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك تربويا وثقافيا وعلميا وتعميق علاقة الدول مع المنظمة. وناقش المشاركون بهدف أو بحضور الدكتور نضال حسن ممثل سوريا والعضو في المجلس، ناقشوا المواضيع المتعلقة بالقدس والأخطار التي تهددها والأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين وتقارير المؤتمر الدولي حول مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم في القرن 21 وإعداد مشروع الخطة الاستراتيجية للشراكات وتنويع مصادر التمويل الذاتي للمنظمة. كما بحث المشاركون تقرير أعداد مشروع خطة تعزيز دور الإعلام والتسويق للمنظمة، إضافة إلى مقترح للمملكة العربية السعودية إطلاق منتدى الإلكسو للأعمال والشركات ومشروع المرصد العربي للترجمة وموعد ومكان انعقاد الدورة العادية القادمة 120 للمجلس التنفيذي. مشاهدينا، وزير الخارجية العراقي قال خلال مؤتمر صحفي مع المقداد في بغداد إن العلاقات العراقية السورية تاريخية عميقة، وموقف بغداد ثابت بدعم سوريا والوقوف إلى جانبها، ونحن سعداء جدا بعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية. من جانبه رأى المقداد أن المحادثات كانت بناءة وشملت تعزيز التعاون في جميع المجالات، مضيفا أن سوريا والعراق يقفان موقفا واحدا في مواجهة جميع التحديات المشتركة، معتبرا أن فرض الغرب إجراءات قسرية ليس الأسلوب المناسب للعلاقات بين الدول، وهذه الإجراءات فاقمت معاناة الشعب السوري ويجب رفعها. نحن نتطلع إلى أفضل العلاقات التي أوجدها الله بين بلدينا. لم توجد هذه العلاقات لأن إنسانا أرادها هنا أو هناك، لكن لأنها أصلا موجودة، ولأن الأبناء المخلصين في كلا البلدين يريدانها على أعلى المستويات. وهذه هي التوجيهات التي نحملها من سيادة الرئيس بشار الأسد إلى أهلنا وإخوتنا في العراق، لكي تكون العلاقات بمعناها الحديث علاقات استراتيجية وفي مختلف المجالات، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. ناقشنا الأوضاع العلاقات الثنائية، وجدنا أنها تتقدم في مختلف المجالات، وأن السعي يجب أن يكون مستمرا ومخلصا من أجل تحقيق المزيد في المجالات، في التنسيق السياسي، في العمل الاقتصادي، في التنسيق ما بين القطاعات المختلفة. التحرك في المرحلة القادمة
سيكون حول المسألة الإنسانية ومساعدات الإنسانية وكيفية إيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل سوريا. القضية السياسية أيضا جزء من تتعلق من تحرك هذه المجموعة، وهناك اجتماعات مختلفة وفي أطر مختلفة في الواقع حول المسألة السورية، ولكن الدول المحيطة بسوريا لم تكن متواجدة، خاصة دول العراق والأردن ولبنان ومصر. إذن سوف نحاول أن نكون ضمن هذه الأطر لكي نطرح المسألة من جوانب أخرى ونطرح القضايا من وجهة نظر أخرى تتعلق بالشعب السوري ومساعدة الشعب السوري. أعلن أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي حسين رفاعي أن عملية تسوية أوضاع شاملة التي انطلقت في مركز قصر الحريات وسط مدينة درعا تشمل كل أبناء المحافظة الراغبين بذلك من المطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية. وفي تصريحات له أوضح رفاعي أن العملية تشمل كل أبناء المحافظة من المطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم في المرات السابقة التي أطلقت خلالها الجهات المختصة عملية التسوية في المحافظة. جاي من انخل، لا الاجراءات تمام والله يعطيهم العافيه، يعني الوضع تمام الحمد لله، وهي راح نرجع يعني تندمنا وضعنا اصابعنا ندم، يعني هاي عم نرجع الحمد لله. انا كنت خايف اول شيء، الحمد لله هاي جينا ما لقينا شيء قدامنا، يعني فرار بالجيش صار لي سنتين فرار، جينا عملنا تسويه الحمد لله بنرجع على قطعتنا الجيش، جاي عشان ارجع اخدم الوطن ارجع الجيش. كل الشباب تيجي اللي عليه شيء يجي يؤدي يعمل تسوية عادي، يعني ما فيش أمور بخير الحمد لله. متخلف أنا عن عسكرية، جاي نعمل تسوية مشان نضبط وضعنا إن شاء الله. وضعي بس أنه تخلف عن الاحتياط، جاي مشان نعمل تسوية الاحتياط. هلأ الوجه رسالة أنه أي واحد يعني أنه عليه أي إشكال مثلا أنه يسوي وضعه، والأمور كلها طبيعية ما في أي تعقيد، يعني ما فيش. والله كان عندي فرار 4 سنين وجاي أعمل تسوية، جاي نعمل تسوية، الأمور جيدة والوضع تمام. صار لي تقريبا 6-7 أشهر. لا والله يجوا أحسنها، يجي يسوي تسوية أحسن. والله الإجراءات كثير كويسة، وأنا جاي من خراب الورد، الأمور كويسة هون شلون، وأتمنى من كل شاب يعني فرار أو بسن الجيش يجي يعمل تسوية شلون، الأمور كويسة جدا جدا يعني، المعاملة ما في أحلى من هيك. منعت المجموعات الإرهابية طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية في المناطق التي تسيطر عليها بإدلب من الوصول إلى معبر سراق بريف إدلب الجنوبية لتقديم امتحاناتهم. اليوم الثاني على التوالي تستمر المجموعات الإرهابية المسلحة بمنع وصول طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بكافة فروعها من المناطق التي تسيطر عليها باتجاه ممر سراقب الإنساني. هذا الممر الذي تم افتتاحه يوم الأمس من قبل الدولة السورية من أجل ضمان وصول الطلاب إلى مراكزهم الامتحانية وتقديم امتحاناتهم عبر الشهادتين كما ذكرنا في مدارس الدولة السورية وفي في مدارس مديرية التربية. اليوم الثاني ما تزال مديرية الصحة ومديرية التربية والهلال الأحمر العربي السوري متواجدين في الممر بانتظار وصول الطلاب وبانتظار السماح لهم من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة بالوصول إلى الممر واستقبالهم عبر هذا الممر وسط إجراءات كاملة من لضمان وصولهم ولتأمين احتياجاتهم بشكل كامل. مديرية التربية ومحافظة إدلب جهزت مركزين إيواء من أجل إقامة الطلاب إضافة إلى كامل الاحتياجات الأساسية من مواد صحية ومواد إغاثية وكامل الاحتياجات التي يحتاجها الطلاب خلال فترة الامتحانات، أيضا دروس التقوية وكل الاحتياجات باتت مؤمنة من قبل الدولة السورية بانتظار وصول الطلاب عبر هذا الممر لتقديم امتحانات وأكمال مسيرتهم التعليمية. طبعا المجموعات الإرهابية للعام الرابع على التوالي تمنع وصول الطلاب وتمنع الطلاب المتواجدين
المتواجدين داخل مناطق سيطرتها من تقديم امتحاناتها في مراكز الدولة السورية وفي مدارس الدولة السورية. كنت معكم من ممر سراقب الإنساني عبد الغني جاروخ، ومن خلف العدسة الزميل محمد ضبع لقناة سما الفضائية. وصل الجيش العربي السوري رده على خروقات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وحلفاء أهل اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة خفض تصعيد شمالي غربي البلاد. وبين مصدر ميداني غير رسمي أن مجموعة مسلحة مما تسمى غرفة عمليات الفتح المبينة التي يقودها تنظيم جبهة النصرة اعتدت بقذائف صاروخية على نقاط عسكرية بمنطقة خفض التصعيد بخرق فاضح وجديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح المصدر أن وحدات الجيش العاملة بريف حماة الشمالي الغربي استهدفت بالمدفعية الثقيلة مواقع الإرهابيين في محاور التماس بسهل الغابة، ولفت إلى أن الاستهدافات تركزت في قرى القاهرة السرمانية محيط قريتي العنكاوي وقليدين. وأشار المصدر إلى أن الوحدات العسكرية العاملة بريف إدلب دكت بدورها نقاط تمركز الإرهابيين بمدفعيتها الثقيلة في فليفل ومحيط بلدة البارة بريف جبل الزاوية. تعمل قوات الاحتلال الأمريكي على تعزيز تنسيقها مع التنظيمات الإرهابية في منطقة التنف المحتلة الواقعة على المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن لشن المزيد من العمليات العدوانية ضد القوات الرديفة والصديقة للجيش العربي السوري. وذكرت وكالة الأناضول التركية أن الخطوات الأمريكية تتمثل بالعمل على ضمان التنسيق بين ما يسمى قوات الصناديد العاملة تحت مظلة ميليشيا قسادة على طول الحدود العراقية الأردنية والميليشيات المسماة جيش سوريا الحرة العاملة تحت أمرة الاحتلال في التنف. عودت محطة علوك بريف الحسكة الشمالي ضخ المياه إلى أحياء مدينة الحسكة بعد توقف دام لشهر، وذلك بعد إعادة التيار الكهربائي للمحطة من مدينة الدرباسية في الريف الشمالي، لكنها تحتاج إلى 15 يوما لتصل إلى الأحياء المستهدفة. بعد 5 أيام من توصيل التيار الكهربائي لمحطة مياه علوك، أعلنت مؤسسة المياه عودتها للمدينة وبدء الضخ لأحياء النشوة والشريعة والفيلا. وصول المياه جاء متأخرا ما يؤشر بعدم جدوى تشغيل المحطة في حال استمرار تشغيلها بهذه الطاقة الإنتاجية التي تجعل من فائدة تشغيل المحطة شبه معدومة. امبارح ضخوا على النشوة، اليوم على اساس اليوم ما اجتنا مياه، اليوم صار لنا 8 أشهر، بين الثمان أشهر من شيء 20 يوم ضخم علينا نهار واحد على قسم من الأحياء، وبعدين قطعوها صالة مقطوعة فترة. البارح يقولون ضخيناها ومن الساعة ما وصلتنا، الساعة ما وصلتنا. ضخوا على النشوة يوم ويوقفوا المي شهرين وثلاث وأربعة، لا هذا مو حل. يعني إذا ضخوا على النشوة يوم وبدنا نعطش 3-4 أشهر، فنتمنى من الحكومة ونتمنى من المنظمات الدولية. يا أخي أنا ما يزعجني ويحمسني أقول لك منظمات دولية، وين شغلهم على أرض الواقع المنظمات الدولية اللي يحشون عنها بدنا شغل على أرض الواقع؟ يعني إذا المي يجينا بالأشهر منين في مي؟ هن يقولون في مي بس للأسف ما في، الواقع ما في، ايش نعمل؟ الأهالي جددوا مطالبهم بضرورة إيجاد صيغة أو آلية لتشغيل المحطة بطاقة تسد حاجتهم وتعيد برنامج الضخ إلى ما كان عليه قبل عام على الأقل، أو قبل بدء الاحتلال التركي لرأس العين قبل 3 سنوات ونصف. شبه نسيناها يعني مية علوك، ما ظل ثقة أبدا، ثقة ما في أبدا بهاي المياه اللي جاية من علوك. إذا ظل مصيرنا معلق بهاي الحلول فنحن مصيرنا أكيد يعني مجهول، فبدنا حل جذري يعني للمياه. والله كمواطنين امبارح ضخوا المي على حي النشوة وضخ، ما مو حل هذا، يعني احنا بدنا حلول جذرية، يعني هذا ما صفى حل، يعني يوم تجي وشهر ما بمي وما، يعني ما مو حل، احنا بدنا حل جذري للمي. علوك يا اخي من اي جهه بدك تجيها، مره كهرباء ما في، مره خطوط مكسوره، مره من هالامور صايره فيه، فما نعرف، نقول ان شاء الله تفرج الامور. لا جدوى من تشغيل محطه علوك اذا لم تحيد عن الصراعات مع ازاله كل التعديات على خطوط جر المياه والكهرباء، ما يوفر الاستقرار في توفير المياه لنحو 1 مليون مدني في الحسكة وأريافها الغربية. أيهم مرعي لقناة سما مدينة الحسكة.
قالت الأمم المتحدة إن إسرائيل قتلت في الضفة الغربية 112 فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري، وهو ضعف عدد الذين قتلتهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022. جاء ذلك في تقرير حماية المدنيين الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة الذي نشره عبر موقعه الإلكتروني. وأضاف التقرير أنه هناك 5 فلسطينيين قتلهم مستوطنون صهاينة، لافتا إلى إصابة ما مجموعه 4296 فلسطينيا بجروح خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري. وثق مركز المعلومات الفلسطيني معطى 25 عملا مقاوما في مدن الضفة الغربية المحتلة خلال 24 ساعة أدت لوقوع إصابة في صفوف الاحتلال. وأشار المركز في تقرير له إلى تنفيذ 6 عمليات إطلاق نار وتفجير عبوتين ناسفتين وإلقاء زجاجة حارقة، إلى جانب إحراق نقطة عسكرية و4 عمليات تصدي للمستوطنين وتحطيم مركبات لهم. كما ذكر المركز أن مقاومين أطلقوا النار صوب جنود الاحتلال في مستوطنة ميراف ودوار الشهداء وحجز جلمة وقباطية في جنين شمالية الضفة، بالإضافة إلى عزون بقلقيلية التي شهدت إحراق نقطة عسكرية تابعة للاحتلال. وسجل المركز استهداف مقاومين لجنود الاحتلال بالرصاص في طول كرمة وتفجير عبوات أسيفة، بينما تصدى المواطنون للمستوطنين في وادي القلط وجبل هيرودس وتل أريحة في مدينة أريحة. جاءت عملية قتل جنود الصهاينة على الحدود المصرية في فلسطين المحتلة مفاجئة ومربكة للكيان الصهيونية، ومما زاد من قوة مباغتته والصدمة أن منفذ العملية عنصر واحد وحيد نجح باقتحام الحدود وقتل جنديا وجندية وهما في ثكنة الحراسة فجر السبت دون أن ينجح بإطلاق رصاصة واحدة نحوه، ونجح أيضا بالاختباء طيلة ساعات داخل النقب في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، والاشتباك لاحقا مع قوات إسرائيلية معززة كانت تبحث عنه فقتل جنديا ثالثا وأصاب رابعا قبل أن يستشهد. كن البادئ، كل فروع الحق بنادق. لعل كلمات هذه القصيدة المقاومة أول ما استحضرته المخيلة الشعبية إثر العملية، كما انشف الغليل وألغى السياج والحدود وكل ما يحيكه الساسة ويزعمون. عملية إعادة الروح وإسقاط ما يسمى قدرة رادة هنا سيناء بعمق 3 كيلومترات داخل الأراضي المحتلة. رجل أمن مصري ينجح بتجاوز الحدود متخطياً كل الإجراءات، أطلق رصاصه على 3 من جنود الاحتلال، أصاب الهدف بدقة ومن ثم ارتقى. عملية استهدفت بشكل مباشر جنوداً بكامل عتادهم، تصدعت معها صورة جيش الاحتلال، نتائجها قاسية تفوق التصور. هكذا علق مسؤول الكيان لما أظهرته من انهيار في مفهوم الدفاع لجيش الاحتلال. إعلام العدو سارع بدوره للتحليل وتغطية تداعيات الحادث، معتبرين أنها عملية مخططة وزاعمين عدم وجود صلة مباشرة بينها وبين عملية إحباط المخدرات. فلم يعبر الجندي المصري الحدود عبثاً، التحليل لم يتوقف عند حيثيات العملية بل انتقل إلى شق أخطر بالنسبة للكيان، إخفاقات خطيرة لجيش الاحتلال كشفتها العملية. اكتشاف مقتل الجنود في مركز الحراسة بعد مرور ساعات على العملية وحتى قبل أن يعرف جيش الاحتلال التفاصيل الكاملة، نتائج أثارت أسئلة لا يبدو أن هناك من مجيب عليها. رغم التنسيق الذي يجري بين جيش الاحتلال والجيش المصري، كيف لم يكشفه عناصر المراقبة؟ أين هي أجهزة الاستشعار والكاميرات الموجودة هناك؟ عملية نفذت بشكل فردي
غير أنها تأكيد على أن العدو معروف للشعوب العربية مهما زعمت الحكومات شيئاً آخر. فكيف وأن اعتبرت مؤشراً على وحدة الساحات في ظل ما تعكسه مشاهد الخرق الأمني من تردي معنويات الجنود في جيش الاحتلال، خاصة أن آثارها العميقة لم تظهر بعد؟ فمثلها قد يكون شعلة في زيادة جرعة الثقة لدى الفلسطينيين للقيام بعمليات فدائية، الأمر الذي من شأنه زيادة انهيار ما يصطلح على تسميته بالداخل الإسرائيلي وتمزق صورة الجيش الذي يقهر كثيراً. هذا وكان اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأعضاء حكومته في نفق تحت المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد ساعات قليلة من اقتحام أحد وزرائه باحات المسجد الشريف، وهو ما أثار إدانة واسعة فلسطينية عربية وإسلامية. ونقل عن نتنياهو قوله خلال الاجتماع عن المعركة لا تزال مستمرة من أجل وحدة القدس على حد زعمه، متحدثا عن وضع حكومته التي تواجه احتجاجات داخلية واسعة بسبب مشروعه لتعديل النظام القضائي، وقال إنها يجب أن تستمر بتركيبتها الحالية من أجل ما سماه أمن إسرائيل ووحدة القدس. وفي تصريحاته أيضا قال نتنياهو إن عقد جلسة الحكومة بهذا المكان يمثل رسالة للرد على الخطاب الأخير لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي أكد فيه أنه لا علاقة لغير المسلمين بالمسجد الأقصى. إلى ذلك ومن جديد، تظاهر عشرات الآلاف من الصهاينة في كيان العدو ضد ما سميت خطة الانقلاب القضائي التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذها، وذلك للأسبوع 22 على التوالي، فيما ردت شرطة الاحتلال بقمع المتظاهرين الغاضبين. صحيفة يدعو تحرنوت الصهيونية قالت عبر موقعها الإلكترونية إن عشرات الآلاف شاركوا في التظاهرات المركزية بمدينة تل أبيب، فيما شارك آلاف آخرون في تظاهرات أخرى شمال الأراضي المحتلة وجنوبها. كذلك تحدثت وسائل أعلام إسرائيلية عن تجمع نحو 100,000 متظاهر في تل أبيب السبت، وهو عدد كبير نسبة لعدد المستوطنين وفقا لوكالات الأنباء الفرنسية. اندلع قتال عنيف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم وضواحيها بعد يوم من انتهاء الهدنة، وفي وقت تتزايد الأوضاع الإنسانية تدهورا، دعت السعودية والإمارات المتحدة طرفي نزاع إلى هدنة جديدة. وقالت الأنباء الواردة من السودان إن معارك عنيفة بين الجيش والدعم السريع تدور قرب المنطقة الصناعية وشارع الغابة في الخرطوم، مشيرا إلى أن الطائرات الحربية السودانية قصفت أهدافا تابعة للدعم السريع في هذه المنطقة. وأفادت الأنباء بأن مناطق جنوب وشرق الخرطوم شهدت اشتباكات وقصفا مدفعيا بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، مشيرة إلى سماع ذوي انفجارات متتالية في جنوب مدينة أم درمان بالعاصمة السودانية. أعلن أوليغ كريوتشكوف مستشار رئيس جمهورية القمة الروسية عن إسقاط طائرة دون طيار في مدينة جانكوي شمال شبه الجزيرة، وقال كريوتشكوف عبر صفحته على موقع تيليجرام إن المعلومات الأولية تفيد بإسقاط طائرة من دون طيار في جانكوي، مشيرا إلى إلحاق أضرار بزجاج عدد من المنازل الخاصة في المنطقة. يذكر أن أراضي القرم تتعرض لهجمات من مسيرات أوكرانية بشكل منتظم، والشهر الماضي أعلنت السلطات عن تدمير 4 طائرات دون طيار أوكرانية في شمال شبه الجزيرة خلال ليلة واحدة. أعلنت الدفاع الروسية أن أشرس المعارك على محور دونيتسك تخوضها فصائل هجومية من قوات أحمد الخاصة في وسط بلدة مارينكا، ووحدات من الفيلق الأول للجيش في بلدة أفادييفيكا. وبلغ إجمالي الخسائر البشرية للجيش الأوكراني على كافة المحاور خلال يوم نحو 585 جندياً.
هذا وكان أعلن الجيش الروسي عن تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية بصواريخ اسكندر. ونقلت وكالة تاس عن فاديم ستافاييف رئيس المركز الصحفي لدائرة العسكرية الجنوبية بالجيش الروسي قوله إن الطيران الحربي الروسي قصف كذلك مركز قيادة ومراقبة للانتشار المؤقت تابعا لقوات النظام الأوكراني على اتجاه ألكساندرو كالينوفيسكوي. وأوضح أنه تم استهداف أحد مستودعات الذخيرة التابعة للواء رقم 90 في القوات الأوكرانية قرب قرية دروجكوفاكا بصواريخ اسكندر التكتيكية. طيران المجموعة الجنوبية هاجم موقع قيادة ومراقبة تابعا للكتيبة الثالثة من اللواء الآلي 24 الأوكراني في إطار السجال المدفعي مع قوات النظام الأوكراني. دمرت مدفعية المجموعة مدفع هاوتزر أوكرانيا في منطقة المركز السكني أوستروي، وكذلك راجمت صواريخ معادية من طراز أورغان في منطقة أستروفسكي. مدفعية الفيلق الأول التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية أحبطت أيضا محاولة لتبديل وحدات الكتيبة الآلية الأولى من اللواء 110 بالقوات الأوكرانية في معقل بمنطقة أفديفكا. مع تسريبات عن حلحلة في الملف النووي الإيراني لجهة واشنطن، قالت وسائل إعلام العدو الصهيوني إن إسرائيل تحاول ممارسة ضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للحيلولة دون استئناف المحادثات مع إيران حول برنامجها النووي. لم تتوقف المباحثات يوما بين الولايات المتحدة وإيران حول التوصل لاتفاق بشأن النووي الإيراني، لتتداول تقارير صحفية عدة أن الطرفين على وشك توقيع اتفاق جديد بوساطة عمانية ساهمت بتقريب وجهات النظر وتبادل الرسائل السرية بين الجانبين لإحياء المفاوضات التي توقفت منذ أكثر من عام، على خلفية تبادل الاتهامات بين الطرفين حول عملية إحياء الاتفاق المبرم عام 2015. التفاصيل كشفتها مواقع إلكترونية مقربة من الرياض عن مصدر أمني مسؤول لم تسمه، بعد مفاوضات غير مباشرة امتدت لشهور بين طهران وواشنطن في العاصمة النمساوية للتوصل إلى اتفاق جديد. واعتبر المصدر أن كل التسريبات الأخيرة حول اقتراب إيران من تصنيع 7 قنابل نووية هدفت فقط إلى بث الخوف في أوروبا والكيان الصهيوني وتسريع التوصل للاتفاق، مشيرا إلى أن إيران والولايات المتحدة لم تتوقف يوما عن التباحث حول اتفاق جديد. الاتفاق الوشيك ينص على إلغاء كل العقوبات على إيران بشكل فوري وتحويل الأموال المجمدة من بنوك العالم. في المقابل ستتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم وتخفيف التوترات في المنطقة وتسهيل الملاحة في الخليج. الاتفاق الجديد ببنوده المعلنة وغير المعلنة لا شك أنه يقلق إسرائيل. وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن الكيان الصهيوني يحاول ممارسة ضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للحيلولة دون استئناف المحادثات مع إيران حول برنامجها النووي. وبحسب قناة كان العبرية، يواصل الكيان إبلاغ الولايات المتحدة بأنه قلق بشأن الملف النووي الإيراني. محادثات إحياء الاتفاق النووي التي مرت بعثرات كثيرة قد تجد طريقها للصيغة النهائية إذن. وبعد حل الخلافات بين إيران ووكالة الطاقة وحديث طهران عن رسائل مع واشنطن عبر وسطاء، يمكن القول إن الملف النووي الإيراني يشهد تطورات قد تسمح بالعودة إلى المفاوضات. أشار مرشد ثورة الإسلامية في إيران سيد علي الخامنئي في كلمته بمناسبة الذكرى 34 لرحيل الإمام الخميني إلى أن الإعلام المضاد الذي يتحدث يوميا ويوما بعد يوم ويتسلح بالحداثة بإمكانه إثارة الأضاليل، لكن الشمس لا تغيب، معتبرا أن ثورة الإسلامية استبدلت بالاستبداد الحرية وجعلت من الشعب يحمل شعار نحن نستطيع. التحول على مستوى العالم الإسلامي كان بإطلاق الإمام الخميني الصحوة الإسلامي، والأمة اليوم أكثر حيوية. الإسلام الذي أراده الإمام ليس إسلام الرأسمالية وليس الإسلام الملتقط من ثقافة الغرب. الإمام رفض كل هذه النظريات الركيكة ولم يقبل بالتوجهات، بل كان لديه ثقة بالشعب وبالقاعدة الشعبية. القضية الفلسطينية أثبتت وجودها، والشعوب اليوم باتت يد عون للشعب الفلسطيني تدافع عنه، وباتت القضية الفلسطينية مع الصحوة الإسلامية تتصدر اهتمام الشعوب الإسلامية. الأهداف لا تتغير،
جبهة الأعداء والاستكبار والصهاينة لا تتغير. هذه الجبهة كالسابق تصطف أمام الشعوب، لكن الشعب الإيراني أصبح أكثر قوة، هم أصبحوا أكثر ضعفاً. أدوات المواجهة قد تتغير عبر السنوات، لكن الجبهات لا تتغير. اتهم المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية تيم هوكنز إيران بأنها العامل الأول لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، أن إعلانها بأنها تعتزم تشكيل تحالفا عسكريا مع السعودية والإمارات والبحرين لحماية الممرات المائية مخالف للمنطق على حد تعبيره. تعلم واشنطن جيدا بأن أخطر ما تفرزه الاتفاقات السياسية ينعكس على شكل تعاون أمني، تعاون يلخصه إعلان إيران عن خطط لم تكشف بعد لإنشاء تحالف بحري مع الدول المطلة على بحر الخليج من بينها السعودية. رسائل تطلقها إيران اليوم من مياه الخليج، البقعة التي يتمركز فيها الأسطول الخامس الأمريكي الذي يضم أكثر من 70 مقاتلة، فضلا عن وجود 3500 بحار أمريكي بالإضافة لمئات الغواصات. سنشهد قريبا أن منطقتنا ستخلو من أي قوة غير مبرر وجودها، وستكون شعوب المنطقة هي المسيطرة في مجالها الأمني باستخدام جنودها. تأتي الخطط الإيرانية لإنشاء تعاون مع الدول الخليجية بعد فترة وجيزة من إعلان الإمارات انسحابها من تحالف القوى البحرية الذي تقوده الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. موقف أبو ظبي يكشف شرخ العلاقة مع الولايات المتحدة، الموقف أيضا تتبناه الرياض بعد رغبتها بتوسيع قاعدة تحالفاتها بالتزامن مع الانفراج التي تشهدها العلاقات بين دول الجوار. إسرائيليا تصف يديعوت أحرنوت هذا الاتفاق بالمقلق من جهة تشكيل جبهة ضد إسرائيل، وهو ما يعيد الذاكرة إلى فشل الكيان إنشاء مظلة للدفاع الجوي فوق منطقة الخليج العام الماضي، فيما تتطلع اليوم الدول المطلة إلى إيصال رسالة على أنها قادرة على تأمين منطقة الملاحة الاستراتيجية التي تعتبر ممراً لنحو 40% من مصادر الطاقة في العالم. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قبل يومين أن الصين رفضت دعوة أمريكية لعقد لقاء بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الصيني أثناء وجودهما في سنغافورة لحضور منتدى شانغريلا، وجاء الرفض الصيني نتيجة استمرار التوترات بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالمناورات العسكرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبية ومضيق تايوان. فهل يكون السبب وراء المساعي الأمريكية لفتح قنوات اتصال مع بكين مع انزلاق الأمور نحو المواجهة؟ لم تعتمد السياسة الصينية على مبدأ غض الطرف عما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من مراوغة عبر إحاطة بكين بالتحالفات العسكرية ودعما لا محدودا لجزيرة تايوان. وعبر الأمواج أرسلت بكين رسائلها عندما أحاطت سفينة حربية صينية مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية تشارك في مناورات في بحر الصين الجنوبي، وأجبرتها على تغيير مسارها القريب من مضيق تايوان. يجب على الولايات المتحدة وقف مثل هذه الأعمال الاستفزازية. الصين ستتخذ كافة الإجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها بحزم، وعلى الجانب الأمريكي إظهار الصدق واتخاذ إجراءات حقيقية لتهيئة الظروف اللازمة للحوار بين الجيشين الصيني والأمريكي. لطالما ألقى تاريخ السياسة الأمريكية في اللعب على التناقضات وتضارب المصالح بظلاله على اتجاهات السياسة الصينية. أما عن التدافع الأمريكي الصيني الذي خيم على طروحات وزراء الدفاع والقادة العسكريين في حوار شانغريلا في سنغافورة، فهو ليس إلا ساحة صراع جديدة حاولت فيها بكين الإشارة إلى سياسة التلاعب الأمريكي. هناك تجدد في عقلية الحرب الباردة، مما يزيد بشكل كبير من التهديدات الأمنية. بعض الدول توسع قواعدها العسكرية وتزيد من سباق التسلح في المنطقة. يجب عليهم ترسيخ علاقات احترام متبادلة بدلا من السعي لتحقيق الهيمنة. لا تفوت واشنطن وحلفائها فرصة للحديث عن استراتيجية دفاعية
لمواجهة ما تدعوه بالنفوذ الصيني المتزايد، مع مساع لبناء تحالفات أمنية في شرق آسيا والمحيط الهادئ، حيث شهدت المياه الأسيوية تدريبات ومناورات أمريكية بوتيرة أوسع مع شركاء آسيويين، وهو ما تراه الصين تصعيداً. تؤمن الولايات المتحدة بأهمية التواصل مع جمهورية الصين الشعبية، لا سيما بين قياداتنا العسكرية والدفاعية. إنني قلق للغاية من أن بكين لم تكن مستعدة للمشاركة بجدية أكبر في آليات أفضل لإدارة الأزمات بين جيشينا، لكنني آمل أن يتغير ذلك قريباً. رغم الدعوات الأمريكية المشبوهة للتواصل مع بكين والحديث عن زيارة مرتقبة لمساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى الصين، فلطالما شكك مراقبون بدعوات السلام هذه، وطالبوا أمريكا بالأفعال لا بالأقوال. لكن بالمقابل فإن تصريحات أغلب المسؤولين الأمريكيين تركز على أن الصين هي التحدي الأكبر للولايات المتحدة، والمقصود هنا هو تأثير تطور الصين مع توسع علاقاتها سواء في الحقل السياسي أو الاقتصادي على موقع الولايات المتحدة، أو بالأصح على سيطرة الولايات المتحدة على القرار الدولي بطريقة أو بأخرى. أعربت سوريا عن عميق حزنها لسقوط مئات القتلى وألف الجرحى جراء تصادم قطارات في الهند، مؤكدة وقوفها إلى جانب حكومة وشعب الهند الصديق في هذا الحادث المأساوي، معربة عن تعازيها ومواساتها لأهل الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. وكان 288 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب أكثر من 900 بجروح جراء تصادم ثلاثة قطارات شرق الهند، وسط مخاوف من أن تكون أعداد كبيرة من الركاب ما زالت عالقة تحت الحطام في حادثة تعد من أكثر حوادث السكك الحديدية الدموية في الهند منذ سنوات. لم يكن يعرف المسافرون أن مصير الرحلة هو الموت أو الفقدان للأحبة، كما أنهم لم يعرفوا أن الوجهة ستكون المستشفيات أو القبور أو الضياع بين الركام. في منطقة بالاسور بولاية أوديشا شرق الهند، خانت القطارات ركابها، وساعة الوصول خذلت المحطات والمنتظرين فيها، أما السكك الحديدية فأمست غريبة عن العجلات. 1000 مسافر على متن القطارين، 1000 طالب للرزق أو العلم أو الحلم، واجهوا الكارثة. انحراف قطار سريع متجه شمالاً من بنغالورو إلى كالكوتا ليسقط على السكة المحاذية المخصصة للرحلات جنوباً، ليصطدم قطار آخر متجه من كالكوتا إلى تشيناي بحطام القطار الأول، وترتطم عرباته بقطار بضائع كان مركوناً بالجوار. أسوأ حادث للقطارات في الهند في العقدين الأخيرين، حصيلتها نحو 300 قتيل وأكثر من 900 جريح، وسط مخاوف من أن يكون كثراً ما زالوا عالقين تحت الحطام. المدير العام لجهاز الإطفاء صرح بأن الحصيلة آخذة في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطيرة والإصابات في الرأس. إن حادث خروج القطارين عن مسارهما بشرق البلاد والذي خلف مئات القتلى والجرحى نتج عن خلل في نظام الإشارات الإلكترونية، ما أدى إلى تغيير مسار قطار بشكل خاطئ، والتحقيق سوف يكشف من فعل ذلك ومن هو السبب. كارثة هي ثالث أعنف الحوادث في البلاد منذ عام 1995، على الرغم من الاستثمارات الجديدة والتحديث للتكنولوجيا والذي ساهم بشكل كبير في تحسين سلامة السكك الحديدية في الهند في السنوات الماضية. الهند التي تعد شبكات القطارات فيها من أكبر شبكات السكك الحديدية في العالم وأكثرها ازدحاماً، حيث تنقل 16 مليون مسافراً ويشحن عبرها أكثر من 1 مليون طن من البضائع يومياً. حين يفعل القدر ما يفعل، لا تنفع التكنولوجيا ولا التطورات التقنية، لتبقى دموع الفقد هي كل ما يملكه هؤلاء المنكوبون. تذكيرهم بالعناوين: نحن نتطلع إلى أفضل العلاقات
التي أوجدها الله بين بلدينا. الوزير المقداد في بغداد، مباحثات سورية مع المسؤولين العراقيين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية. صد الرصاص وصل القاهرة، طهران وتل أبيب قتل جنود الصهاينة على الحدود المصرية، عملية مباغتة ومربكة للعدو الصهيوني. في تطورات الملف النووي الإيراني، تسريبات بأن طهران وواشنطن على وشك إبرام اتفاق جديد وإسرائيل قلقة. ختام النشرة، شكرا للمتابعة.